مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا لحلقة جديدة من الجنرال فيو. بشكر كل اللي عم يتواصلوا معنا، في ناس كتبت انتقدت يمكن معها حق ويمكن ما معها حق، لأنه مثل ما بيقولوا life is perception و misperception، يعني الإدراك الصحيح والإدراك الخاطئ، يعني كيف هني بيشوفوها وكيف التعقيدات عنا على صعيد التسجيل، على صعيد المصادر، على صعيد الأبحاث. ولكن دون شك نحن فريق عمل كامل متكامل. اليوم الحلقة كان مفروض تكون جمعة الماضية، بتتعلق بانتخاب البابا فرانسيس، شغلة كتير مهمة بالنسبة لنا، ولكن ما رح تتأخر كتير لأنه عيد الفصح كان الأسبوع الماضي، فصح مجيد على كل الطوائف اللي تتبع التقويم الغربي، وهلأ بنشوف مع الأبونا ليش ما منوحد العيدين. بيسرني استقبل اليوم معي بالاستوديو الأب مارون أبو زيد، دكتور بالقانون الكنسي وخبير بشؤون الفاتيكان. ولكن عناوين الحلقة مثل العادة، الحلقة هي البابوية أو البابا أو العالم بعد انتخاب البابا فرانسيس، القسم الأول العالم المسيحي مع البابا الجديد، والقسم الثاني التحديات أمام البابا فرانسيس، لأنه التحديات كبيرة رح نشوفها هلأ بسياق الحلقة. مساء الخير أبونا. بونسوار جنرال. بشكرك أنه يعني أنا حضرتك على الام تي في وقررنا وقتها أنه نعمل حلقة نحن وياك. ليش ما منوحد العيدين أبونا مارون؟ رغبة الناس لازم نسعى عليها، الصلاة مستمرة إلى وحدة الأعياد لأنه بتحب الناس ولو كانت شكلا، ما في خلاف بالعقيدة. أنا بس بدي أذكر هالصورة لما البابا بولس السادس وأتيناغوراس تلاقوا بمطار بيروت، كانوا متفقين يعلنوا الأسبوع الثاني من نيسان هو عيد القيامة موحد لكل الكاثوليك. ما في مشكلة كنسية لاهوتية، لا عقائدية ولا لاهوتية ولا تاريخ ولا شيء، بلكي زمنية حسابات بالتاريخ وبالوقت، بس مشكلة ثقافية. لما بتكون انت عم تحكي عن كنيسة الشرق وكنيسة الغرب، انت عم تفوت بالثقافة اليونانية، عم تفوت بالثقافة والقرار البتانية. عند مين والقرار؟ هو عند هالشخصين، كان بمطار بيروت كان تم الاتفاق ان يتوحد العيد ب 15 نيسان، بنسميه الاسبوع الثاني عادة، وهيدا عيد طبيعي لعيد القيامة عيد الفصح، الى انه توفى أتيناغوراس وانتهت اللجنة وما عادش حدا تابع. بس توجه الناس وصلوات الناس، وكل سنة بنحتفل بوحدة الكنيسة ورغبة الجميع بلشت هلأ بظهور الشوير، عم بيعطونا منظر رائع جدا. أنا بشجع عليه بالمناطق الإقليمية، بشجع عليه على مستوى الدول، إلى أنه شوي شوي يصير موحد بكل الشرق وبكل، بلكي ثورة من تحت بدل ما يكون في قرار من فوق. أنا هيك برأيي هلأ رح يصير هيك مع الصلوات، في انفتاح وفي قبول، ولأن رغبة الناس وحلو. عملنا نحن حلقة عن البابا، يعني استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر والأسباب، نعم، وتم انتخاب بابا جديد. خلينا نشوف بفيديو بسيط الدخان الأبيض. يلا. Smoke is now coming out of the chimney and we are holding off before making any kind of declaration because it is at night and it is raining. We want to hold off before any color will be determined. Looks fine. That's but good timing. It certainly looks, it appears to be white. It is very much white. Indeed. And you can see so the then cheers. We have a new pope. We have a new pope, and you can hear the cheers from St. Peter's Square out there, and you can see all of those crowds that have been gathered outside waiting for that smoke to come from from inside the Sistine Chapel. Let's listen in as the crowd is reacting. تم انتخاب البابا، وافق، اختار اسم وطلع حي الجمهور. كمان رح نشوف لو سمحت هلا بنرجع بنعلق على الفيلمين او الاثنين الفيديو الصغار. خلينا نشوف على اختيار الاسم و يعني مباركة الناس. Thank you.
أبونا تفضل، بدي منك يعني بين الانتخاب، القبول بالانتخاب، اختيار الاسم ومباركة الناس. ليش العالم بشكل عام مهتم بانتخاب شخص مثل البابا؟ ليش؟ ماذا يمثل؟ وأنا بدي أرجع زيد عليها بالمعنى الجيوسياسي أو الجيوبوليتيكال. تفضل. البابا ما ننسى هو رئيس دولة ورئيس الكنيسة، هو خليفة بطرس. فإذا من شخصيته، من روحانيته، من موقع مار بطرس يلي كان سيميتير للوثنيين، مقابر ومدافن، من سنة 1200 وطلوع كتير في تقليد شعبي، هن يعملوا قديسين قبل 1200، ناس تتجمع حول كنيسة مار بطرس لتحولت إلى من وثنية إلى مسيحية. تعرف أنه عمدوا كل ما يتعلق بالوثنية من 25 كانون الأول وطلوع، بكل العادات، بكل التقاليد، من أمبراطور. اليوم منشوف هالبابا جاي من هيدا التاريخ، من هاي المعنويات، من هالحضور المسيحي، من اضطهاد دام 200 سنة إلى حين قسطنطين 325 تطلعت الكنيسة من الدياميس سان كاليستو سان سيباستيانو، طلعت من تحت الأرض كنيسة مضطهدة ترسم إشارات تتعرف على بعضها، خايفة تتهب 325 يصير قانون الدولة هو الإنجيل، وترجع قسطنطينية مقابل روما الشرق والغرب، قسطنطين بالقسطنطينية نسبة لإله. فإذا في إله تاريخ، في معنويات، في حضور، في تغيير أساسي وجذري. يعني ما بقى في عنا ملك ولا أمبراطور، خدوا أنتوا الحكم الدنيوي واعطونا يعني الكنيسة. لله وما لقيصر، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الناس بتحسها تلتجئ للكنيسة من ناحية إيمانية، من ناحية عاطفية، من ناحية شخصه، من ناحية ما يحمل من قيم، ما يحمل من تعليم، ما يحمل من بركة، ما يحمل من هن إيمانهم يمكن وتقليدهم وتعلقهم فيه، عارفين أنه ما قالون غيره، لأنه ثورات وحروب وديكتاتوريات وعنف واضطهاد ما بتلتجي إلى المكان يلي كان عم بيقاوم كل هالشر إذا بدك، كل أعمال الشر. ما تغيرت الكنيسة أبونا يعني من تتغير وقت طبعاً. يعني بقصد بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى المقاربي، بالمعنى اللاهوتي، بالمعنى النظرة إلى الله، بالمعنى المأسسي. ككنيسة في تحول كتير، يعني أنا بالحلقة اللي مرقت بتشوف أنه النظرة إلى الكنيسة، حتى موضوع انتخاب البابا وأهمية البابا، لأنه نعرف كان في صراع بين الإمبراطورية الأباطرة وبين الكنيسة، يعني حتى وصلنا للرينيسانس، وصلنا للإنلايتمنت أو عصر التنوير، صار في فصل بين الكنيسة. طيب اليوم اختار، هلأ بدنا نشوف كمان فيديو بسيط لو سمحت أبونا عن حفلة التنصيب، يعني حفلة القداس الماس يلي بيتم تثبيت البابا فيه. نحرج عن أبو مارون فيديو قصير ونعود لمتابعة الحديث مع الأبونا مارون. أوكي. cari fratelli e sorelle. Dear brothers and sisters. Ringrazio il Signore di poter celebrare. I thank the Lord that I can celebrate this holy mass for the inauguration of my Petrine ministry on the solemnity of Saint Joseph, the spouse of the Virgin Mary and the patron of the Universal Church. It is a significant coincidence, and it is also the name day of my venerable predecessor. We are close to him with our prayers, full of affection and gratitude. Con affetto saluti i fratelli cardinali. I offer warm greetings to my brother cardinals and bishops, the priests, deacons, men and women religious, and all the lay faithful. I thank the representatives of other churches and ecclesial communities, as well as the representatives of the Jewish community and other religious communities for their presence. أبونا شفنا الفيديو تحت مكتوب تواضع واختار الاسم فرانسيس، رح نحكي عنه بالاسم الثاني بشكل مفصل. شو التواضع؟ شو الانسان؟ يعني قديش البابا اليوم اقرب الى الانسان بالبعد الاجتماعي؟ يعني حاسس انه مشكله الكنيسه تكمن في القاعده الاساسيه تبعيتها. صحيح. شو بتحكينا عنه ابونا مارون؟ بدي احكي عن فكره التواضع. تواضع. برجع شوي للصوره الانجيليه بيسوع المسيح. بكل بساطه نحن بنحكي طفل في مزود فقير ومتواضع، بتاخذ الصوره الحلوه
انه يسوع مثلا بيغسل اجرين تلاميذه بيقول له صنعت لكم قدوه. عندنا صلاه ليتورجيه حلوه بشهر حزيران، يسوع المتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبه. انه هالانسان يلي بيتفاخر نتفي بماله بسلطته بمركزه اذا بدك بثقافته بما يملك من كل شيء، الانسان عنده نزعه بتكوينه الانساني انه ان يتكبر نتفي، ان يحب السلطه. يسوع خاف، الكبير فيكم فليكن خادما لكم، هيدا مجال تواضع. مجرد ما يتجسد الرب فعل تواضع، انا بترك كل شيء. مربولوس برسالته لاهل فيليبي بيقول وترك كل شيء ولم يعتبر مساواته للآب غنيمة له ربحا له، شابهنا بكل شيء مع عدا الخطيئة. هيدي وقت حمل سيقة إلى الذبح، هيدي تواضع، هيدي في بدء الرسالة، في بدء الرسالة وبالمسيحية. اليوم هلا حكي عن التحديات بالقسم الثاني، بس ولكن أنا قلت وحضرتك قلت ليش مهم الكنيسة؟ لماذا ينظر الناس إلى الكنيسة بالبعد السياسي والبعد الجيوبوليتيكال؟ بدي فرجيك الانتشار المسيحي بالعالم. أبونا إذا نطلع على الكرة الأرضية ككل بنلاحظ أنه والدائرة هي يعني أكبر دائرة هي أكبر عدد ممكن من المسيحية، بنشوف أنه في انتشار على العالم. شو بدي يعني بوقت قصير عم تحكي كاثوليك ولا مسيحيين؟ مسيحيين يعني عم بحكي مسيحيين لأنه بعد شوي رح أشوف الكاثوليك، بس عم بحكي أنا بالمعنى مليار ومئتين مليون نسمة. نعم. شو أهميتها الكنيسة أو الفاتيكان أو البابوية بالمعنى نعم. الكاثوليكي نعم. بالمعنى الإنساني بالمعنى السياسي حتى يعني اذهبوا وتلمزوا كل الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. أنا بعطيك مثل بالمغرب سنة 1200 القديس أغسطينوس من سنة 1200 وقت ما بشر المسيحية المغرب ما فيها ولا مسيحي. المرتومة راع على الهند تلاقي الرسل كل واحد راح مطرح نحمل البشارة من 2000 سنة لليوم، اذهبوا وتلمزوا كل الأمم عمدوهم باسم الاب والابن والروح. يعني الديانه المسيحيه ديانه عالميه عالمي يعني عندها مهمه لازم تحضر بكل مهمه التبشير مهمه التبشير اعلان البشرة الساره انجيل هو البشرة السارة اعلنوا قولوا وعيشوا. نحن الاقليه العدد بعطيك مثل صغير جنرال وبخلص. انا بافريقيا بلحظ خلال 100 سنه من 300-350 مليون صار عندنا 100 مليون كاثوليكي رح توصل على الإحصاءات الدقيقة. بس أنا بدي أقول لك لأنه صار في نوع من استراتيجية تبشير مبنية على أشخاص محضرين معمقين وأكتريتهم رهبانيات بيعرفوا يتخلوا يتركوا ويروحوا تيبشروا الناس ويعلمون. ليش؟ مش حتى نقول نحن ربحنا أو كترنا العدد. هالإنسان مش وصل له الرب، مش وصل له غنى الإنجيل يلي بتآمن فيه الكنيسة وحملته بين إيديا غمرته بحنان ترجمته هتمت فيه حافظت عليه وحضرت أشخاص بالإكليريكيات ونشأتهم وعملت رهبانات وعلمتهم وتقدسوا وصلوا وتعمقوا حملوا هالكلمة راحوا يعيشوها بين الناس. هذا بالمعنى الإيماني تأخذ النور بالمعنى الإيماني بالمعنى الكنسي وبالمعنى الاستراتيجي. يقال أنه بالحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية مع جان بول دو يلي هو بولندي وبتعرف بولندا كانت تحت الحكم الاتحاد السوفيتي كان شيوعية. يقال انه كان البابا جان بول دو اسبوعيا عنده اجتماع مع مدير مكتب السي اي اي بروما يخبره عن كل القصص. هيدا عم بحكي بالمعنى الجيوبوليتيك بالمعنى الجيوسياسي. وكان هو احدى اهم الاسباب التي ادت الى انهيارة. بس صحيح. بدي فرجيك اليوم الكثلكة بالعالم بشكل عام وتوزيعها من 1900 لل 2010 بعتقد لل 2009 2009 الالوان فوق ابونا اوروبا امريكا افريقيا واسيا واوسيانيا. عم نحكي بال 1900 68 منهم كانوا باوروبا. اليوم 24% موجودين باوروبا. فاذا في ملاحظه انه انخفاض افريقيا طالما تفضلت حضرتك حكيت عن افريقيا اوكي بال 1900 بافريقيا 27 وين كنا؟ لا عم نحكي 12% هون بال 2000 5% افريقيا سوري افريقيا بالاخضر عم نحكي 1% 1% اليوم عم نحكي 12% 12%. فاذا اليوم 2000 في شغلتين هلا بدي انتقل للقسم الثاني من يعني 11% تطور. في شغلتين صاروا اليوم الانتقال مركز ثقلي الكاثوليك خارج اوروبا وانتخاب بابا من خارج اوروبا، ولكن بعد وقفي مع الاعلان لمتابعه الحلقه الشيقه مع الابونا مارون ابي زيد. مهم كثير. محور الحلقه الثانيه انه تحديات. صحيح. بس بدي بشكل بسيط هيك يمرقوا لنا الشباب خارطه ما قدرنا نعمل لها فيديو. الخريطه شو الخارطه؟ بس بدنا نشوفها. اذا بتطلع فيها ابونا هنيك بتشوف انه بالاصفر
يعني مسيحي كاثوليكي وغيره. التحديات الأولانية هي الهجمة البروتستانتية على الكاثوليك. هلا رح بعطيك أرقام شوي صغيرة بعد شوي بالتفاصيل. بنفس الوقت المنطقة الخضراء هي بين الإسلام السنة والإسلام الشيعة. في عنا نهضة إسلامية، واليوم مثل ما قلت أبونا أنت إنه البابا العودة إلى الإنسان، يمكن الإسلام السياسي وصل لأنه رجع للإنسان، يمكن خدمة الإنسان بالمعنى الاجتماعي والأكل صحيح. والشرب والطبابة والتدريس والتعليم، وهيدي تحديات أمام الكنيسة خاصة بلبنان. نطلع على الروز أو البينك يلي هي الصين. الصين اليوم فيها ما يعني عم نحكي مليار وشوي، مليار وثلاثمية مليون، فيها عدد كتير مهم، عدد كاثوليك يعني تقريبا بالخمسين ستين مليون. بس في مشكلة مع الكنيسة من يعين الـ الـ الأساقفي والكهنة، بس بالصين عم ينحكى فوق 85% أتي يعني ملحدين، وهيدي التحدي الكبير على المستقبل. لأنه قلت أنت ما في بوذية بالصين ولا لا في بوذيين بالصين، بس في عندك البوذيست أكتر شيء بالتبت، بس أغلبيتهم بعهد ماو كانوا أتييست، و80 من الهان الأثنيك جروب. في مسلمين في مسلمين كمان بإقليم اللي هن الأوغور بجينج جيانج يعني بالإقليم الغربي. ولكن اليوم في تحدي، طالما الكنيسة عندها مهمة كتير كبيرة في تحدي. في تحدي كتير كبير. هلأ ليش نقل اسم فرانسيس؟ مار فرانسيس سنة 1181-82 هالإنسان اللي كان تاجر قماش غني شاب بعمر العشرين 18 سنة بيطيلع مصاري في إقطاع، بيخرج مع الشبيبة بيروحوا شوي بتناديه روح العسكرية، بيروح على بيروجيا جارتهم بين أسيزي وبيروجيا بإيطاليا، بإيطاليا في رمية حجر، نحن رايحين صوب وسط إيطاليا وطلوع يعني توسكانا وصوب الشمال على ميلان. أنت بمنطقة بيروجيا وبمنطقة أسيزي، هيدي المنطقة الجميلة، نحبس هونيك، نحجز لأنه راح على العسكر هونيك. صار إجي مجال يعني يتأمل ويصلي بعمر الخمسة وعشرين، انتفض على كل ما هو إقطاع ومصاري وشغل مع بيو، وبيو عارضه وإلى آخره، فانطلق مع الشباب يعني إذا بدك بحلم صغير، غير كنيستي يا فرانسيس، كنيستي بحاجة لتغيير لتعمير، ترجع تعيد بنائها. فهمها يمكن ببساطة يرجع يعمر كنيسة الحجر. فعلا انصرف إلى ترميم الكنيس، صار يرمم كنيس ويعمرها. سيمبول 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 هلا فرانسيس يحمل هالشغل. فرانسيس يحمل، ترك كل شيء وتخلى وعاش روحانية الفقر والتواضع والعيش بين الناس، ونقل لهم السلام والمصالحة. بس تخلى عن كل شيء، كل الحقوق الحقوق مشان هذا الهدف. ما عمل قوانين، كان يرفض القوانين، يعني راح للإنسان البسيط. ما فرانسيس راح إلى الإنسان تيوصل له الله يلي هو تعرف عليه، لأنه راي على مصر أصيب بما يسمى شبه العمى لما راح عند السلطان تبع مصر حتى يحكي بالشؤون يلي كانت عم بتعاني منها. كان عنده مشاكل مع الكنيسة، الفقر، وعنده مشاكل مع الكنيسة، مع الكنيسة، مع البابوية، ضد القانون، ما بحب القانون، بحب الإنسان. لم يضطهد من قبل الكنيسة، لم يضطهد من قبل الكنيسة، أما الكنيسة فهمته بهذيك الأيام خطأ، وكأنه عم يعمل ثورة يعني بدها تكون شبيهة بعدين بالثورة البروتستانتية في الكنيسة. بس ولكن فهم جيدا بعدين انه حابب يعيش الانجيل بكل بساطه. طيب بس بكل بساطه بدي يعيش الانجيل البساطه. هلا قبل بدنا نحكي عن التحديات، بدي امرق على منطقه الشرق الاوسط لانه بهمنا الموضوع كثير مهم. وبنرجع بنروح على اسماء الباباوات والاوردر، يعني شو بتسموه بالعربي، الرهبانات اللي طلعوا منهم الباباوات. الشرق الاوسط ابونا نحن بنعرف، وانا كتبت للسينودوس الأخير عن تحديات أمام الكنيسة بالشرق الأوسط. لبنان 1.5 مليون، إسرائيل 121 بعد ما كان العدد كتير كبير، غزة 2500 عندهم مشكلة كمان، مصر 8.2 مليون، الأردن 258، يعني هول الإحصاءات يلي جيدة. الضفة الغربية 73 ألف، سوريا 1 مليون. يعني البابا حضرتك الشرق الأوسط، والشرق الأوسط شو؟ يعني نعمل 2 سينودس زيارتين للبابا. رح أعمل مقارنتين صغار إذا بسمح خاطرك. هلأ في تمني كتير أنه البابا يروح على العراق، في تمني كتير أنه البابا يجي على فلسطين. هيدا أكبر تمني هلأ من بطرك. هيدا الرمزي، هيدا الزيارة، هيدا الرمزي العملي. أنا العملي، العملي شو ممكن يعمل عملي البابا؟ هلأ اتني بالنسبة لهي المنطقة رح أقسم لك وجهتين من التحديات. عنا تهجير، في عندي مواضيع كتير بدنا نحكيها أبونا إذا بتسمحي. عنا تهجير، ما عنا هجرة، عم بيصير في تهجير قصري، يمكن أكاديميا ما عم ننتبه نحن، أو بدراسات أنثروبولوجية ما عم ننتبه. الله يخلينا مجلة المشرق يلي مع الأب لويس شيخو
عم يتعمقوا بدراسات أنثروبولوجية أكاديمية معمقة إلى أهمية الوجود المسيحي في الشرق. مطرح ما ولد المسيح عم تفضى بعطي مثل صغير. بالقرن العاشر ميلادي كان في بسوريا 4 ملايين مسيحي، بيناتهم 200,000 خيلة لنا مسلم. بال2012 نحن عم نحكي ب1 مليون كريتيان بسوريا. بهاي الاحصاءات هلا اذا بقيوا بعد الحوادث فاذا الوجهتين بدهم يمكن الكنيسه تعمل. انا رح اقول لك شو بده، لانه وقتي هلا نحن قدامهم التهجير، بس ما رح يكون موضوع اساسي. الموضوع الاساسي الغالب هو السلام في الشرق الاوسط، القضاء على الارهاب والثورات العربيه اللي عم بتصير. شو الوسيله عند البابا؟ شو الوسيله تبع البابا هلا؟ هلا البابا بالنسبه له مع الاساقفه وبطاركه الكنيسه، عندنا نحن مجلس بطاركه الشرق الاوسط، مجلس البطاركه بطاركه الشرق، وعندنا مجلس البطاركه والاساقفه للشرق. طيب شو ممكن نعمل؟ في دراسات اعدت مشان اذا بدك تنوقف على النزف، نصف الشباب يلي عم يترك وبيظهر أكتريتهم مسيحية. شو بده يكون؟ في ميل إلى الأوقاف، إلى تشغيلهم، إلى الضغط على الدولة، في ميل إلى إنشاء بيوت لإلهم، إلى دعمهم، ذهاب إلى البعد الاجتماعي، ذهاب إلى البعد الاجتماعي مع استراتيجية كبيرة بالتعاون مع القيادات الدينية الموجودة. البترك لديه اليوم لديه خطة وآلة. لازم بتركنا. ايه بتركنا، البترك الراعي. انا بحكي عن البترك الراعي. نعم. ككنيسة مارونية. نعم. عم بقول حاطت على الأوقاف مشاريع كتير مهمة يمكن تظهر بين يعني مش أكتر من شهر شهرين ثلاثة لقدام، بتكون تعممت في شيء عم ينحكى على صعيد الكنيسة. أنا بيهمني طمن الناس عم تسمع، عم ينحكى هيك على الدراسات والآليات العمل. في 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 شغل يعني أنا لقلك بس بالسينودس كتبت لسينودس ثلاث أبعاد. نعم. الإديوكيشن ضل تعليم، لأنه نحن الميزنا هو الثقافة تعليم. اثنين تعليم. العدد بالحد الأدنى 2 فاصل الحفاظ عليه. ايه؟ والثالث هو السيفينغ يعني 2 فاصل وشوي لحتى يكون يعني. والاحتياط شو نعمل فيه يعني؟ الاحتياط المالي. المالي نحن افتقرنا بالحرب اللبنانية. مزبوط. اللبناني ما نحط شوي على جنب. فإذا هو الأساسيات إن شاء الله الكنيسة بلبنان تكون عم تفكر فيها بدعم من البابوي. ولكن بدي انتقل أبونا، ما تنسى أنا كاريتاس والمدارس الكاثوليكية والبابا والأوقاف عم يشتغلوا، ما في حل مطرح الدم. بيهمني هالرسالة توصل للناس. في شغل. ايه في شغل على هذا الناس. هلا أكثر الأسماء للبابا المستعملة عبر التاريخ عندنا هيدي اللي تحتي كمالة اللي فوق، لأنه مسيحة ال أوكي الجون 21 مرة يعني بال500 بال700 مرتين يلي هي جريجوري 16 مرة يا جريجوري 16 مرة بنديكتوس أو بنديكت اللي هو السادس عشر بنديكت أو أو المبارك بنوا هو بنوا لأنه رئيس اللي أسس الرهبانات بالغرب أوكي. مثل أنه مرمطانوس بالشرق بنديكتوس 15 مبارك 14 وإنوسان 13 ليو 13 كمان هلا يبقى إنوسان وليو 13 يبقى البابا فرانسيس الوحيد فرانسيس الأول. الوحيد اللي الأوردرز اللي اجوا منه من أي رهبني اجوا. نعم. يعني البنديكتوس البنديكتين البنديكتان 17 يعني بتشوفون رهبني الأغسطينية 6 دومينيكان 4 ومكتوب أسماء الباباوات. نعم. بدي اشكر فريد يارد يلي هو اهتملنا بال الفرنسيس كان اجا منهم 4 بس ما حدا منهم اخذ اسم فرانسيس. عم تلاحظ فرانسيس بس منه فرانسيسي هو جزويتي لانه هيدا يسوع اخذ اسم فرانسيس. رح نشوف هلا انه هو هو يسوع اخذ اسم فرانسيس مع انه الفرانسيس كان دومينيكان مثل ما قلنا 4 فرانسيس كان 4 سيسترسيان 2 والجزويتي 1. ليش جزويتي يختار فرانسيس؟ حكيت عنه هيدا يمكن اخذ روحانيه التواضع والفقر. طلعوا لي هالقوانين، ما اخذ الجوتزيتا وحطها هاي الحمراء كتقليد، شلي هالفولكلوريات بهالمعنى. خلص خليني بهالبساطه، بيروح خميس الاسرار على سجن الاحداث. طيب. يعني في في بدي مش انه بابا بس في شكل في شكليات حلوه عم بيبلش فيها. اول بابا من الارجنتين، اول كاثوليك اكثر امريكا اللاتينيه، ولاول مره البوب اميريتوس يعني بابا تاملي هو اميريتوس بالمعنى الاكاديمي. هو فخري. انه فخري. اللي وصل فخري. لمرحله عمر بيروح على التقاعد بيرجع لجوه لاهميته. اخر مره اجتمع بابا وان كانت عام 1294، بعرف ما بدك تعلق عليها. بونيفاس الثامن خلف سيليستين الخامس
وسجن سيليستين بونيفاس سجنه لسيليستين بمشاكل. بنديكتوس السادس عشر يلي استقال أو تخلى عين أكثر من 60 من مجمع الكرادي 60 واحد والباقي عينهم جون بول دو. طيب ما بتعتقد اليوم أنت سموه بوب إميريتوس؟ حدا بيقول من المفكرين بالكنيسة بالفاتيكان أنه كان يجب أن يسمى البيشوب إميريتوس أوف روم لأنه ما بيكون عندك اثنين. هل ستخلق على روما؟ إيه. هل ستخلق صراع ولاء ضمن الكنيسة؟ شو ممكن يعمل البابا فرانسيس؟ بالقرن العشرين غير القرن الثاني عشر والثالث عشر. هون ما في نزاع على السلطة. هون في تخلي بإرادة بحضارة بحب بواقع. أنا تعبت تفضلوا كفوا الكنيسة. البابا بزيارته لإله بالكاستل شايل لك كتير حلوين هون شايل لك لا شايل لك كتير أسئلة داتا يعني داتا. بورسنتاج مهم تعرفهم كمان. أوكي هلأ إحنا بالنسبة لإلنا جنرال نحن بنعتبر البابا يتخلى بكل حريته ووعي وإدراكه لأهمية رسالة الكنيسة وحضورها حبي يتركها ويتخلى عنها ما عندنا نزاع طلع ما بطلع صراع إذا بدك عزل أو صراع في نوع من حدا بده يغيره ما عم بيخلوه نحن جايين يعني رايحين على علاقة سموها على علاقة أسمى علاقة في الكنيسة وأسمى مثال تتذكر حكينا عن التحديات ما طلع بخارج. البابا على كاستل غوندولفو اليوم لأن بعد عيد الفصح في تقليد البابا بس يقدس بيطلع كاستل غوندولفو على قصره بالمصيف جنوب شرق روما حتى يطلع نحن عم نفتح الجدل هيدا البابا ما طلع لفوق نحن عم نفتح الجدل عم نعمل سبيكوليشن هيدا بيهمنا نحن أبونا إذا بتتذكر فرجونا الشباب الخريطة بأول القسم الثاني على سبيل المثال تحديات بروتستان أوكي. بالبرازيل بال 1970 كانوا 90% بال 2010 صاروا 65% كاثوليك في تراجع بالمكسيك بال 2025 50% بال 2000 شو بدي بالمكسيك باي 2025 مع نفس النمط إذا ماشيين عليه بالتراجع 50% من لاتين أمريكا بينقصوا بيصيروا كاثوليك بس بعد ما كانوا بالتسعينات يعني اليوم بالمكسيك أكثر من النص اليوم لا بلاتين أمريكا اليوم 70% بعد ما كانت حتى 90% بعد ما كانت 90% اليوم البابا لأنه بدي أحكي أنا وأترك لك في تحدي لأله نعم اليوم البابا صحيح هو لاتيني ولكن من أصل تلياني عنده مشكلة صحيح وبنفس الوقت عمره 76 يعني التغيير الأساسي صار بجغرافية البابا ولكن بالعمر بتعتقد أبونا أنه اليوم البابا رح يكون عنده تحدي كتير كبير أو هو مرحلة انتقالية لبابا صغير بالعمر قادر على معرفة الناس العولمة الجاي ماريج البريست وومن أو ما شابه خاصة اليوم أنه الحكومات التليانية بلاتين أمريكا كيرتشنر قلت لي قبل شوي شو عاملي مع البابا عنده مشكلة معه اليوم كلهم عم بيشجعوا موضوع الزواج مثليي الجنس صحيح. شغلات كتير مهمة بهالموضوع بالتحدي الأساسي خاصة ببلده أو بالقارة تبعيته أعطيني فكرة بسيطة لأنهي معك الحلقة أبونا أنا عم بحكي عن راهب يسوعي قانونه بيقول له ممنوع تسعى للسلطة وتصير أسقف تختاروا الكنيسة بيكون أسقف بالأرجنتين يعيش كما يعيش الراهب بس يصير عمره 35 سنة يسوع يطير اسمه كاهن ويسلموا مسؤولية يعيش حياة التأمل والصلاة والرسالة يتعمق يتثقف يعيش متواضعا متفرغا أخلى ذاته أنا بعرف بس ما بتنكر أنه في تحديات كبيرة في تحدي هلأ تأنتقل شو ناطر هلأ هيدا البابا أصله أصل بيو إيطالي إيه؟ أصل بيو إيطالي التحديات الناطرته هلأ هي أنه ما رح يرد على أنه كان هو يدعم الثورة ولا يمكن راهب يسوعي أن يدعم ثورات ديكتاتورية أنا ما بصدقها ولا رح صدقها سموها دورتي وار ولا بعدين ولا ممكن علاقته برئيسة الأرجنتين كانت علاقة صراع على المفاهيم هي مفهومة ديكتاتوري وسلطة هو مفهومه أنه هاي السلطة اللي تكون بخدمة الناس عندكم فقراء كتير قاعدين تلتهوا بالكوديتا وقاعدين تلتهوا بالسلطة مشان هيك كمان كانوا يتحدوا ويتسميه رئيسة الأرجنتين تقول له أنت رئيس المعارضة وبخبرك هون بين هلالين لما أجت زارته بالفاتيكان استقبله وقعد راس براس حملت له هدية من قطع للمتة فتحتهم كلهم قال له ليش فتحتيهم قالت له تجيب لك الحظ قال له خذي هالكتاب لكين هذا الكتاب عامله كل أساقفة الأرجنتين
وهيدا مني انا لك، هيدا افكارنا، خذي قرية وتعمقي فيها. فاذا ناطروا ناطروا لاهوت التحرير الخير نهيلي هون لاهوت التحرير الختم راح. فاذا البابا ما بيريد العنف تيطبق لاهوت التحرير، لا للعنف، نعم للعيش مع الفقير، لنزلت الكنيسة على الارض والربط ما بين الإيمان والحياة اليومية. خلصنا سكيزوفريني بين إيماننا بالله المتجسد يسوع وبين حبنا للبشر، بدنا نربطهم، والمحبة بتجسد هذا الإيمان المؤمنين فيه. فإذا حملين يسوع للعالم، خلينا نعيشه ما بين الناس. منك ميرسي. أنا بشكرك أعزائي المشاهدين، هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بتأمل أنه تكون عجبتكم، على أمل اللقاء بحلقات لاحقة. إلى اللقاء. Thank you.